تلاتة. بالنسبه لمباراه المقاولين العرب كيفيه الاستعداد النادي الاهلي رجع النهارده بيتمرنوا بكره هيتمرنوا تمرينه خفيفه ويخشوا معسكر وننتظر مباراه يوم الخميس ان شاء أوه. الله. كيف يواجه موسيماني عماد النحاس في هذه المباراه؟ بص طبعا المقاولين السنه دي مش مش زي السنه اللي فاتت يعني كلنا كل عارفين دي حاجه ما تقللش من كابتن عماد النحاس كابتن عماد النحاس مدرب محترم جدا ومدرب عنده قدرات آآ آآ عاليه جدا لكن في ظروف آه يعني كلنا في التدريب عارفين في ظروف بتبقى خارجه عن اراده المدرب في ظروف بيبقى فيه توفيق وعدم توفيق لكن يبقى المقاولين هيلعب طبعا بروح عاليه جدا قدام الاهلي هيحاول كلنا عارفين طبعا المباراه بتاعه الدور الاول لما حصل ان الاهلي المقاولين كان كسبان اثنين ثم م. بعد ذلك رجع الاهلي وتعادل وكسب الاهلي كسب 3 2 فيبقى المقاولين فريق محترم طبعا بيلعب مباريات قدام النادي الاهلي كل الفرق بتيجي قدام النادي الاهلي بصراحه بت... بت... يعني عايز اقول لك التركيز بيعلى الروح بتعلى ودي ضريبه الاهلي ضريبه البطل يعني لكن الاهلي انا شايف موسيماني طبعا لازم يبقى شايف لعيبته كويس قوي عنده الجهاز بتاعه طبعا المعاون هل هيريح حد؟ مم. هل عنده مراكز عايز يغير يعني يدور فيها تدوير مهم جدا انه يفكر في التدوير ويشوف مبارياته لازم يشوف الجدول كله انا عندي المباريات عشان هريح مين في مباراه ايه؟ وهلعب بمين في مباراه ايه؟ دي مهمه جدا عشان ما يوصلش لاجهاد رقم واحد او اصابه بمعنى اصح الاجهاد هيسبب اصابه ورقم اتنين انه يعمل نتائج ايجابيه عشان الايه النقاط المتاخره عنده اه عنده عنده ورق عنده ورق كويس قوي يقدر يغير ويقدر يبدل فيه في كل مركز يقدر يعمل كده الماتش اللي جاي يقدر يقدر, 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 يقدر طبعا لكن هو ادرى مين هو بقى دي دي آه بتاعته م. النهارده آه مثلا ياسر ابراهيم ولا ايمن اشرف عشان بدر هيرجع آه في نص الملعب لعب المره اللي فاتت قعد ديانج لعب بمين بالسولية, بالسولية وحمدي, وحمدي هل في حد فيهم في اجهاد احنا شفناه في ماتش سموحه راح مريح مين راح مريح السليه مم. فهل محتاج ان السليه يريح ويبدا بحمدي فتحي وعلي ديانج؟ بس لو بدا بحمدي فتحي وعلي ديانج انت كده عندك اثنين يعني ايه هي... هيضغطوك شويه. يعني. اه فالحسابات دي كلها هو يقدر اللي هو, اللي شوية. هو اللي يقدر ادرى واحد هو على اساس اني آه ي... عنده هدفين، اول حاجه يتجنب الاصابات والفوز بالثلاث نقاط.